ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ اللعبه اللي فاتت ركله جزاء تباني الشناوي يا ولد يا شناوي يا ولد يا شناوي حلوه حلوه الشناوي رايح والراجل بسرعه رد فعل يحط رجله كده عشان يحافظ على تقدم نادي الزمالك وقلت جون في ملعب الابيض النهارده هيفرق مع فريق رينو سبورت انما احمد الشناوي طلع ركله الجزاء عشان اللعيبه احمد الشناوي اللعبه اللي فاتت ديت وادي الكوره هو اللي بيعملها جيمس توباني واحمد الشناوي بعد ما اتحرك وراح الراجل برجله يطلع الكوره حارس المرمى يا رب يطلعها بودنه كمان اهم حاجه تطلع حلوه حلوه يا شناوي يا سلام يا متولي يا سلام يا متولي
يا سلام يا شناوي محمد السلام حلو قوي ده انا هنا عطيه معنى ايه لا يلم كوره محمد وايد بلد عطيه تحت المطار وعايز يوم الجو يعني التسجيل وادي التسجيل يا جامده وادي المتابعه وادي المتابعه وادي الفرصه وادي الحال اللي قلنا لحضراتكم عليه وادي مره ثانيه ولكن فين 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 التسجيل الفارس الابيض صامت ومن خلفهم اخطبوط الكره المصريه الجديده والكره العاديه ولكن الاخطبوط اخطبوط الشناوي الله عليك تسلم إليك يا محمد.